كل يوم 100 غصة. وينك يا أمي؟ كلمة وحدة انفقد. الوجع كبير إنه يكون ابننا مفقود، هذا الشيء ما حدا بيقدر يتخيله. ولو بعد حين قصص لأمهات سوريات فقدن أبناءهن في الأحداث السورية، تروي كل منهن شهادتها وتعبر عن وجعها ومعاناتها من المصير المجهول والقاسي لفلذة كبدها. ما رجع، ولهلأ ما رجع، ما بعرف وينه. وثائقي قصير أبصر النور تطل فيه سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد، التي شبهت وجع تلك الأمهات بوجع سوريا. شو ممكن أقدر أقول لأم؟ طلع ابنها من البيت وما رجع. ما له ذنب. أصعب وجع هو وجع أمهات يبكين أولادهن. الحرب في سوريا لوعت آلاف الأمهات، ولو بعد حين فيلم لا تتجاوز مدته نصف ساعة عن أمهات المفقودين سردنا فيه قصص أولادهن بطريقة مؤثرة. ومفاجأة الفيلم ظهور زوجة الرئيس السوري التي استقبلت الأمهات الموجوعات في قاعة ضمت صورا لشهداء سوريا، والتفت الأمهات حولها وهي تتحدث عن شعورها بالأسى والحزن على خسارة أبناء سوريا الذين قتلوا أو فقدوا من دون أن يعلم بهم أحد. وشبهت أسماء الأسد وجع الأمهات بوجع سوريا التي تتألم لكنها في الوقت نفسه صامدة، وأضافت قائلة: سوريا عندها أبناء مفقودون ستواصل سعيها للعثور عليهم ولو بعد حين. سوريا مثلكم ومثل هالولاد اللي أمهاتهم مفقودين. سوريا موجوعة بس قوية، سوريا تعبانة بس صامدة، سوريا عندها أولاد مفقودين، عندها أولاد مستشهدين، عندها أولاد مخطوفين، بس سوريا شامخة وعم تتطلع بالشمس على المستقبل، لأنه بتعرف أنه عندها أولاد لسه بدها تربيهم، عندها أطفال بدها تحن عليهم، عندها جرحى بدها تداويهم، الله يحميهم، وعندها مفقودين ما بتوقف وما بتهدى لحتى تقدر ترجعهم عبيوتهم سالمين أو تقدر تعرف شو صار فيهم.